الحفاضات للأطفال، وأنا على وضوء مسبق، ده بينقض الوضوء. لو أنا مثلا يعني أنا اتوضيت وبعد كده غيرت الحفاضة والمفروض هدخل على الصلاة، ده صح ولا غلط؟ طيب الراجح من قول العلماء إن ده جائز ما فيهوش مشكلة خالص، وإن تغيير الحفاضة للطفل حتى لو جت على إيدي نجاسة من فضلات الطفل مفيش مشكلة، أنا هزيل النجاسة بس بشوية مية وأصلي والصلاة بتاعتي صحيحة، لأن ملاقاة النجاسة للجلد مش ناقض للوضوء، ده مش من نواقض الوضوء. وانا لو انسان، لو واحد عادي ما عندوش طفل ولا حاجه وايده جت عليها نجاسه، هل يجب عليه انه يعيد الوضوء؟ لا، ما يجبش عليه انه يعيد الوضوء. طيب وهي بتغسل الطفل مست عورته، هل يجب عليها انها تعيد الوضوء مره ثانيه؟ برضو الراجح من اقوال العلماء ان مش واجب عليها ده. يبقى المراه اللي هتغير لابنها تغير، ما فيش مشكله. طب ده انا اتوضيت يا شيخ وعايزه اصلي، هعيد الوضوء مره ثانيه؟ لا، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحه. طب المراه اللي وهي كمان غيرت للطفل، غسلت له مكان الفضلات بتاعته، مفيش مشكله وصلاتها صحيحه، على الراجح من اقوال الفقهاء، والساده الحنفيه قالوا بذلك ومفيش مشكله عليها خالص. هضيف على ده سؤال تاني، لو انا مثلا انا متوضيه وحصل لي موقف طلعت عن شعوري، قلت لفظ مش مسيء قوي ولكن انا زهقانه، هل ده ينقض الوضوء؟ اتفقنا على ان نواقض الوضوء ايضا حاجات نص عليها القران او السنه النبويه الصحيحه، وليس من نواقض الوضوء اللي نصت عليها السنه الصحيحه ان الانسان يتلفظ بالالفاظ السيئه، لكن التلفظ بالالفاظ السيئه حرام. لكن بعض الناس فاكر ان الحرام ينقض الوضوء، الحرام ما ينقضش الوضوء. لو واحد قال كلمه مش كويسه وهو متنرفز مش يجب عليه ان هو يعيد الوضوء مره تانية. لو واحد كذب وهو متوضي ما يجبش عليه انه يعيد الوضوء مره تانية. لو واحد نظر نظره حرام وهو متوضي ما يجبش عليه انه يعيد الوضوء. الوضوء بتاعه صحيح ما فيهوش مشكله، لكن الكذب حرام ويجب عليه انه يتوب الى الله. التلفظ بالالفاظ الخارجه حرام ويجب عليه انه هو يتوب الى الله. النظره التي لا تحل حرام، لكن ما يجبش عليه انه هو يعيد الوضوء، انما يجب عليه ان يتوب الى الله.